مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في جولتنا الإخبارية السودان هذا المساء من قناة الشروق. أبدأها بالعناوين. الحكومة تعلن استئناف جولة التفاوض مع حركات الكفاح المسلح بجوبا غدا الثلاثاء. حمدوك يؤكد أن رفع التمثيل الدبلوماسي بين الخرطوم وواشنطن يؤسس لعلاقات تراعي المصالح المشتركة. وزيرة التعليم العالي والسفير البريطاني يبحثان بالخرطوم أوجه التعاون العلمي بين البلدين. أهلا بكم مشاهدين. يتوجه وفد الحكومة المفاوض برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو غدا إلى جوبا لاستئناف جولة التفاوض بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح. وأكد رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو جاهزية الحكومة لتحقيق السلام مع حركات الكفاح المسلح، وقال سندخل الجولة بنوايا صادقة ونحن متفائلون بالوصول إلى سلام. وأضاف أن التفاوض سيبدأ في مسارات المنطقتين الشرق دارفور الوسط والشمال، وأشار إلى أن الوساطة سلمت الدعوات لأطراف التفاوض. ومن جانبه قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل عمر أبو روف إن هناك تفاؤلا بإمكانية التوصل لاتفاق في هذه الجولة، وقال إن فترة 6 أشهر غير كافية لتحقيق سلام شامل. يخاطب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بعد غد اجتماع أصدقاء السودان، وذلك بمشاركة 24 دولة ومناديب من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والنرويج. وكان اجتماع أصدقاء السودان والذي عقد في 21 من أكتوبر الماضي في واشنطن برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي ناقش كيفية دعم جهود الإصلاح الاقتصادي للحكومة الانتقالية بقيادة مدنية. وأعرب الاجتماع في بيانه الختامي عن دعمه القوي للحكومة الانتقالية، ورحب بعرض قدمه وزير المالية إبراهيم البدوي حول خطة الحكومة السودانية لإصلاح الاقتصاد ومعالجة تطلعات الشعب. وتعهد شركاء السودان بدعم مشاريع الأثر السريع والبدء في مراجعة الإصلاحات الممكنة والتي يدعمها أصدقاء السودان. وأقر اجتماع أصدقاء السودان بأهمية تبادل المعلومات بشأن أنواع المساعدة التي يسعون إلى تقديمها. وقد ناقش الشركاء أيضا عقد مؤتمر للمانحين في أوائل عام 2020. أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استمرار الحوار مع الجانب الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال عقب عودته من الولايات المتحدة إن السودان استطاع تقليص الشروط الأمريكية عبر الحوار من 7 شروط إلى 2 هما التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاتفاق على تعويضات لأسر الضحايا. وأكد أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب عملية ممرحلة تمر عبر الكونغرس. وعلى إثر ذلك أشار حمدوك إلى عقد لقاءات مع أعضاء بالكونغرس الأمريكي، مجددا حرص السودان على تطبيع علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتأسيس علاقات تراعي مصلحة البلدين. وأجرى حمدوك خلال زيارة إلى واشنطن لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس، فضلا عن مخاطبته لمراكز بحثية وإجراء لقاءات إعلامية. أعلن وزير الإعلام فيصل محمد صالح عن ترتيبات لاجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة وإجازة موازنة العام 2020، وقال إن جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية رفعت تصورها لوزارة المالية بشأن وضع أول ميزانية للحكومة بعد سقوط النظام البائد. وتوقع فيصل فراغ اللجان الفنية لإعداد الموازنة من أعمالها لرفعها لمجلس الوزراء، وأوضح أن إعداد موازنة 2020 يعتمد على منهجية التحليل والمهنية العلمية، وأكد أنها استهدفت إنفاذ برنامج وأهداف التنمية المستدامة بالتركيز على زيادة دعم التعليم والصحة وقطاع الصناعة والتجارة، بجانب تحقيق السلام وتثبيت دعائم الاقتصاد. أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون عمق العلاقات السودانية البريطانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة على تسهيل كافة سبل التعاون بين البلدين من خلال بنود الاتفاقيات والتعاون في المستقبل. وأمنت لدى لقائها بالسفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق
على أهمية دعم البنى التحتية بالجامعات الولائية التي تأثرت بالحرب، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية وخدمة المناطق والمجتمع. لذلك أشاد السفير البريطاني بأهمية تطوير علاقات التعليم العالي في المرحلة القادمة، وتعهد بدعم كافة البرامج التعليمية وتدريب وتأهيل أساتذة الجامعات من خلال فرص التبادل العلمي والبحثي. ترأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله اليوم اجتماع لجنة تقصي الحقائق حول ملابسات حريق مصنع سالومي إيطالي للسيراميك بالخرطوم، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الانتقالي والخاص بتقصي الحقائق في ملابسات الحريق. واستعرض رئيس اللجنة اختصاصات اللجنة المتمثلة في تقصي أسباب الحريق بالمصنع بجانب حصر الخسائر البشرية والمادية والإجراءات الوقائية والجنائية في عمليات التأمين والسلامة، بالإضافة إلى تقديم توصيات محددة بشأن الاحترازات والتحوطات الوقائية الواجب الالتزام بها في كافة المناطق الصناعية بالبلاد، تجنبا لأي أحداث مماثلة قد تحدث مستقبلا. كما استعرضت لجنة تقصي الحقائق سلطتها في الاطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمستندات التي تتعلق بالتحقيق، بجانب أخذ الإفادات التي تعين اللجنة في أداء مهامها، وكذلك استدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة لتقديم الإفادة اللازمة. دعا تجمع المهنيين السودانيين الحكومة الانتقالية والأطراف المتفاوضة إلى ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل خلال جولة المفاوضات المرتقبة. كما دعا التجمع إلى الإسراع في تعيين ولاة مدنيين. وأعلن التجمع في مؤتمر صحفي عن تأييده لقانون تفكيك نظام الإنقاذ. وكشف القيادي بتجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم عن انطلاق حملة للبحث عن مفقود اعتصام القيادة العامة، كما أعلن عن نشاط لإحياء ثورة ديسمبر بتحرك عدد من الوفود والطواف على عدد من المدن السودانية في 5 مسارات. هذه الحملة هي للمفقودين الذين تم فقدانهم بعد فض اعتصام القيادة، لأن أثناء عمل الحملة هي توصلت أيضا لمعلومات عن مفقودين، وتأتيها أيضا بلاغات عن من أسر لمفقودين في ظروف مختلفة ليست مرتبطة بظروف الثورة أو ظروف فض اعتصام القيادة. وهي أيضا الحملة تتعامل معها بما يمكنها من مساعدة تلك الأسر التي فقدت ذويها في ظروف مختلفة، ولكن الحملة هي تم إنشاءها من أجل البحث عن مفقودي فض الاعتصام. هذا بالنسبة للقضية الأولى. القضية الثانية التي نريد أن ننور بها، وهي أولا أننا نريد أن نعلن كما أعلنا في بياننا بالأمس تأييدنا الكامل والشامل لقانون تفكيك التمكين الذي صدر من الحكومة الانتقالية قبل أيام، ونعتقد أنه أتى متأخرا كما ذكرنا ذلك تكرارا ومرارا. نؤكد على ضرورة الإسراع بإصدار قرارات حل النقابات والاتحادات المهنية التابعة للنظام. نؤكد أن هذه الأجسام الهلامية هي ليست بأي حال من الأحوال نقابات أو اتحادات، هي كانت أجسام سلطوية تنفذ برامج وأيديولوجية النظام البائد، هي كانت تختطف إرادة العمل النقابي والمهني في السودان لثمانية. قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح إن الوزارة ستشهد ثورة تصحيحية وتقويمية جذرية حتى تطلع بدورها الراشد في المجتمع. وأشار مفرح لدى مخاطبته بالدامر الورشة التدريبية لأكثر من 200 مشارك من الأئمة والدعاة بالقطاع الشمالي الذي يضم ولايتي نهر النيل والشمالية، أشار إلى قرب أجل استصدار قرار من مجلس الوزراء القومي بضم ديوان الزكاة لمكونات وواجهة الوزارة، مبينا أن المراجعات والتقويم ستشمل أيضا ضبط كافة الإجراءات والتجاوزات التنظيمية والإدارية المخلة بشأن شعيرة الحج دون محاباة أو محسوبية. وأكد مفرح أن وزارته تعكف حاليا على دراسة تعقيدات قضية الأوقاف السودانية بالداخل والخارج بكل أبعادها، مبينا بأن الأوقاف في السنوات الماضية تعرضت للكثير من التعديات والتشوهات التي تتطلب الحسم. حيكون عندكم يعني دور واضح وبعدالة خالص في القضية بتاعت المرشدين بتاعين الحج.
الدور دي لازم يكون في عداله. اتكلمنا مع رئيس الوزراء في ان يا اخي احنا والله عندنا شان ديني فاري من الوزاره دي اسمه الزكاه، وصلنا معه لتفاهمات وان شاء الله فضل الغرار بس يصدر انه تعود الزكاه للشؤون الدينيه. انا الان بعدل في الاوقاف الاسلاميه، لقيت في مشاكل كبيره فيها وفي تعدي عليها، عشان كده وقفت فيها وموقف واضح. حنحوسب انا دخل الحاسوب عشان انا اعرف انه في ولايه نهر النيل اللي انا عندي كم ارض. وفي السياق شدد والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد على أهمية ضبط أدوات ومضامين الخطاب الدعوي بعيدا عن نوازع التطرف الديني والغلو المذهبي، مؤكدا أن مخرجات وتوصيات الورشة تصلح لأن تكون منهجا وبرنامج عمل للوزارة فيما يتعلق بالجانب الدعوي والديني. هذه الورشة قدمت فيها من الأوراق ما يصلح أن يكون دستور لأمة أكمل. هذه الورقات التي قدمت في هذه الورشة من التعايش السلمي وضحت الشائعات وردغ النسيج الاجتماعي وتعزيز دور المرأة في السلام، لابد من هؤلاء الدعاء أن يكون عندهم خطاب يشبه كل الناس، نبذ الكراهية، نبذ الفرقة، نبذ الشائعات، العمل على ردغ النسيج الاجتماعي، العمل على التراحم، العمل على التوادد، العمل على التعاضد، العمل على التكاتف، العمل كل ما من شأنه إصلاح البلاد وإصلاح الشأن. لو صلح شأننا جميعا لصلحت البلاد. عقدت منظمة البحث عن قواسم مشتركة ورشة حول مشاركة المرأة في مختلف هياكل الحكم في الفترة الانتقالية، وذلك بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي. وقال المدير القطري لمنظمة البحث عن قواسم مشتركة انتصار إبراهيم، قالت إن الورشة تأتي في إطار مناصرة قضايا المرأة وإبراز دورها الحقيقي في الشراكة المجتمعية، وذلك من خلال إفساح المجال لها في المشاركة الحقيقية في مفوضيات الدستور والأراضي والانتخابات، تسهيلا لوصول الخدمات وتعزيز فرص السلام على حد تعبيرها. تجر الإشارة إلى أن الورشة جاءت بمشاركة ولايات النيل الأزرق، جنوب كردفان، القضارف والخرطوم، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في مجال حقوق المرأة. الواقع الذي يعيشه السودان الآن في مفوضيات قامت حسب الوثيقة الدستورية، الغرض منها معالجة المظالم الموجودة في السودان. واحدة من المظالم اللي هي عدم العدالة النوعية، يعني ما في تمييز للنساء، ما في وجود للنساء بشكل كبير في هياكل الحكم بطريقة يعني حقيقية وفيها مشاركة حقيقية. وبالتالي الورشة دي بتجي في إنه إحنا ده نرفع الوعي بتاع النساء قبل قيام هذه المفوضيات، بإنهم هم يشتغلوا عمليات بتاعت مناصرة لتضمين النساء وقضاياهم في المفوضيات التي حتقوم إن شاء الله. انطلقت بالخرطوم اجتماعات اللجنة الفنية لتوحيد إجراءات تسجيل الأدوية لدول إيجاد. وقال الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم عماد عثمان أبو ريد خلال مخاطبته فاتحة أعمال الاجتماعات إن توحيد نظم التسجيل والتقييم من ناحية استراتيجية تخدم بلدان المنطقة وتعمل على حماية المصادر. وأشار إلى أن إحداث اتفاق وتكامل بين دول المنظمة من شأنه تقليل الوقت، كما يؤكد وصول دواء بجودة عالية للمواطنين الموجودين في دول إيجاد الثمانية، معلنا عن مجموعة من ورش العمل التي ستنعقد في الفترة القادمة بغرض الوصول للهدف المنشود في تسجيل وتقييم المستحضرات الصيدلانية في دول إيجاد. الهدف من الاجتماع ده في الأساس أنه ده نوحد النظم بتاعت التسجيل وتقييم الأدوية في دول المنطقة بصورة استراتيجية. المسألة دي بتخدم بلدان المنطقة وبتعمل سيفنج للريسورسز بتاعتها، لأنه إذا في دواء مسجل في دولة ما بالضرورة إنه يمشي خلال نفس البروسيس في باقي الدول، فبيكون في اتفاق وتكامل بين الدول، بيقلل الوقت المهدر في العملية بتاعت التسجيل، بيأكد وصول دواء ذو جودة عالية للمواطنين الموجودين في دول الإيجاد الثمانية. تسلمت وزارة الصحة بشمال كردفان مستشفى حوادث الأطفال بالأبيض بشكله الجديد بعد إعادة تأهيله بواسطة مبادرة شبابية قادتها مجموعة من أبناء الولاية، تمكنوا من خلالها من توفير بعض المعدات والأسرة وتعديل الخرط وصيانة المباني بكلفة بلغت نحو 2 مليون جنيه.
وقال ممثل المبادرة الشبابية لتأهيل مستشفى حوادث الأطفال بالأبيض طارق محمود إن المبادرة وضعت خطة لتجويد الخدمة المقدمة للأطفال بالتنسيق مع الجهات المختصة والقيام بمهمة التوجيه والتوعية الصحية خاصة أمراض الأطفال، وحث النزلاء للمحافظة على المنشآت العامة. كما أشار إلى أن التجاوب الكبير الذي وجدته المبادرة من قطاعات المجتمع كافة يعطي مؤشرا إيجابيا لإمكانية الاستثمار في جهود الشباب وتوظيف فكرهم وجهدهم لصالح تطوير وتنمية البلاد. هي يعني مبادرة من مجموعة من الشباب اجتمعت لتقديم عمل، وكان الهدف الأساسي تفجير مش ليس تفجير توظيف طاقات الشباب اللي تفجرت في الثورة. يعني كمية من الطاقات أدت إلى إسقاط النظام، كان لابد أن تتوجه لبرامج تانية تعمير ولنهضة البلاد. التف حولها عدد كبير جدا من المواطنين، فكان البداية أنه أعمال بسيطة يعني صيانات وكده، لكن لما جينا المبنى تفاجأنا أنه في إشكالات كبيرة جدا كان لابد أنه نعالجها ونحلها حلول جذرية. احتفلت جمعية الهلال الأحمر بالنيل الأبيض باليوم العالمي للتطوع، وأشاد ممثل والي النيل الأبيض معروف عثمان محمد صالح بالمناسبة، وقال إن التطوع هو جوهر العمل الإنساني، وإن ثقافة العمل الطوعي تعكسها حالات التكافل والتراحم والنفير الشعبي بالسودان. وأثنى على دور المتطوعين خلال فترة السيول والأمطار التي شهدتها ولاية النيل الأبيض. من جانبه أوضح منسق تنمية المتطوعين بالنيل الأبيض شرف الدين علي أحمد أن الاحتفال بيوم التطوع هو تعزيز لقيم ومعاني التطوع الإنسانية والاجتماعية وترسيخا لثقافة العمل الطوعي والتجرد ونكران الذات وإحياء لمعاني التعاون والتعاضد والتكافل. نحتفل بهذا اليوم تحت شعار تطوع لمستقبل يشمل الجميع. قصدنا أنه نرسخ معاني النخوة، معاني الشهامة، معاني الرجوع رجولة، لأنه بجد العمل الطوعي هو أثبت تماما لديه القيم الاقتصادية والقيم الاجتماعية. نحن خلال هذا اليوم يعني دي فرصة دي سانحة طيبة أنه نحن نشكر كل المتطوعين ولاية النيل الأبيض اللي قبلوا بلاء حسنا وقدروا يقدموا مساعدة كبيرة جدا لكل المتضررين من السيول الأمطار، بالإضافة للأنشطة الروتينية اللي هم قاعدين ينفذوا فيها. خاطب والي ولاية شمال دارفور المكلف مالك الطيب خوجلي بالفاشر الجلسة الافتتاحية للورشة القطاعية التفكرية حول قضايا السلام بدارفور. أكد الوالي أن تحقيق السلام الشامل والمستدام بالبلاد يمثل أحد الأهداف الأساسية والكبرى التي قامت من أجلها ثورة ديسمبر الشعبية المجيدة بالبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية هي تحمل ذات الهم. وأضاف خوجل أن البلاد في حاجة ماسة إلى السلام الذي قال إنه يمثل الطريق الأمثل للاستقرار والمناخ الجاذب للاستثمار والمحفز إلى زيادة الدخل القومي لتحسين معاش الناس. نحو بناء السلام من أجل التنمية شعار رفعته الورشة التفاكرية لأهل دارفور، ورشة التأم فيها شمل ممثلي ولايات دارفور الخمس بمكوناتهم الثورية والأهلية لبلورة رؤية مشتركة للدفع بها إلى ملتقى الخرطوم ومفاوضات جوبا مع حركات الكفاح المسلح لإرساء دعائم السلام المستدام. إننا في حمومات ولايات دارفور المختلفة نسعد أيما سعادة بأن نلتقي معكم للتفاهم حول مقترحات استراتيجية وتوصيات يتم تنفيذها من أجل إرساء دعائم السلام المستدام، لأن السلام يعتبر وسيلة لتحقيق الوئام بين الشعوب، فلكل شعب ثقافة وعادات تميزه عن الشعوب الأخرى، وشعبنا في دارفور كمثل الشعوب الأخرى يهتم بإرساء ثقافة السلام لخلق الإلفة والمحبة في علاقاتنا. تكمن محاورة التشاور من خلال الورشة لضمان التمثيل العادل لأهل دارفور وطرح قضاياهم في المنابر التفاوضية، وهو هدف وجد السند والدعم السياسي من حكومات ولاية دارفور من أجل تبادل الآراء للوصول إلى السلام الشامل بالبلاد. نؤكد لكم دعمنا ووقوفنا معكم لتتمكنوا من التمثيل الإيجابي والمشاركة في مؤتمر الخرطوم ومؤتمر جوبا، وأن توصياتكم في هذه الورشة ستجد منا كل اهتمام ورعاية لتعزيز السلام الدائم في ربع البلاد.
تعد الورشة فرصة سانحة لطرح قضايا دارفور بالشفافية واستصحاب آراء القاعدة العريضة من أهل المصلحة للوصول إلى السلام الذي تهيأت له فرص التحقيق برغبة أكيدة من حركات الكفاح المسلح ودعم داخلي من كافة أهل السودان، باعتبار أن السلام البند الأول في الوثيقة الدستورية وإعلان الحرية والتغيير. هذه الورشة أقولها هي ورشة تمهيدية بداية ولكن لن يكون النهاية من أجل تحقيق سلام شامل ومستدام. أن يكون الورشة النهائية ولكن يتناول ناس أعرابتهم، حنسمع لكل أعراء المجتمع السوداني، حيستمع لكل أعرابتهم. هذه الورشة التمهيدية عقدت في كمية من الولايات، حيستمع أعرابتهم، حيستمع لأعرابة النازحين بشكل واضح وكل من يسعى. والآن نتكلم أنه هنا في مرحلة بتسوار أحرار، هنكمل المشوار. توحيد رؤية أهل دارفور يضمن طرحا شاملا لكافة قضاياهم ووضع حلول لها، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة يسود فيها الأمن والسلام الاجتماعي، مرحلة تنتهي معها معاناة امتدت لسنوات من عمر الزمن. ياسر آدم حسن، قناة الشروق، ولاية الشمال، دارفور الفاشر. في الجولة أيضا والحرية والتغيير تؤكد أن موازنة العام 2020 ستحدث تحولا كبيرا في السودان. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وإلى جولة في أخبار المال والأعمال. كشفت قوى الحرية والتغيير عن أن موازنة العام المقبل ستحدث تحولا كبيرا في تاريخ السودان السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقال الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير وجدي صالح إن موازنة العام 2020 ستستهدف من خلالها الصحة والتعليم، وأضاف سيتم تخصيص 56% من الموازنة العامة للقطاعين. وأشار وجدي إلى أن النظام البائد كان يخصص ما يقارب 2% للصحة ومثلها للتعليم، وأن إجمالي ما يخصص للقطاعين لا يتجاوز 5%. وسابقا كشفت الحكومة عن ملامح موجهات مشروع الموازنة للعام 2020 والتي أشارت إلى أنها تعتمد على تقليل الإنفاق الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الصرف على التنمية والتعليم والصحة وإيجاد حلول لتعظيم الإيرادات وتعزيز الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام. سلم أهالي قرية أم صنط بولاية سنار مذكرة إلى والي الولاية المكلف محمد عثمان محمد حمد، رافضين فيها القرار السابق الذي أصدره النظام البائد بإزالة غابة الصنط التي تقع في مساحة قدرها 900 فدان على ضفاف النيل الأزرق. وسيرت جماهير قرية أم صنط اليوم موكبا إلى مقر حكومة الولاية بمدينة سنجا، رفضوا فيه كافة أشكال الظلم والاستبداد الذي وقع عليه من النظام السابق. وحذر الأهالي والي الولاية من إزالة الغابة وأكدوا وقوفهم ضد هذا القرار منعا للمحسوبية والظلم والفساد. عين وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم مبارك عبد الرحمن أحمد أردول نائبا لمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية. ووجه وزارة الطاقة والتعدين والشركة السودانية للموارد المعدنية والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المفوض عمر بشير مانيس الأسبوع الماضي قرارا عين بموجبه يوسف محمد أحمد محمد الشيخ مديرا عاما للشركة السودانية للموارد المعدنية. أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح اهتمام وزارته بتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية في الاهتمام بمعاش الناس وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للإدارة العامة للأسماك والأحياء المائية بمنطقة الشجرة. وكشف الوزير عن خطة طموحة للتوسع في المشاريع الإنتاجية في مجال إنتاج وصناعة الأسماك باعتبارها من القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي القومي، وتعهد بتذليل الصعاب وتحديث معامل ضبط الجودة وتشغيل مصنع الأعلاف وقسم المفرخات وتوفير الأصبعيات لتغذية أحواض الاستزراع السمكي
لزيادة الإنتاج. في الأخبار الرياضية، يدرس نادي الهلال العاصمي ملفات عدد من المدربين لتولي تدريب فريق كرة القدم في أعقاب إقالة الوطني صلاح محمد آدم. وتقول مصادر حسنة الاطلاع إن إدارة النادي تفاضل بين اثنين من المدربين، من بينهم الفرنسي سيموندي لتولي تدريب الفريق. وجاءت إقالة مدرب الفريق صلاح محمد آدم على خلفية خسارة الفريق أمام الأهلي القاهري بهدفين مقابل هدف في مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا. وتسابق إدارة النادي الزمن لحسم ملف التدريب قبل مباراة الفريق القادمة في البطولة الإفريقية أواخر الشهر، حيث سيواجه الفريق النجم الساحلي التونسي. ختام هذه الجولة أذكركم بعناوينها. الحكومة تعلن استئناف جولة التفاوض مع حركات الكفاح المسلح بجوبا غدا الثلاثاء. حمدوك يؤكد أن رفع التمثيل الدبلوماسي بين الخرطوم وواشنطن يؤسس لعلاقات تراعي المصالح المشتركة. وزيرة التعليم العالي والسفير البريطاني يبحثان بالخرطوم أوجه التعاون العلمي بين البلدين. انتهت جولتنا السودان هذا المساء مشاهدينا، قدمتها لكم من قناة الشروق. بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار على موقع الشروق على الإنترنت شروق.net. أشكركم وإلى اللقاء.